بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 52. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. هذا سائل أرسل للبرنامج بسؤال يسأل فيه عن الشغار، يقول ما صفته ولماذا حرم وهل هو في بداية الإسلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الشغار هذا في النكاح، في عقد النكاح، يعني تجعل المرأة بدل المرأة، يسمونه البدل. إذا لم يكن هناك مهر فإنه يكون باطلا بالإجماع، وإن كان معه مهر ففيه خلاف بين العلماء. من العلماء من يرى أنه يخرج من الشغار إذا دفع لكل امرأة مهرها بالكامل ولم يظلمها شيئا، ومنهم من يقول لا، ولو دفع مهر لا يصح البدل، ما يصح بأن تجعل لا يزوج أخاه حتى يزوجه. يقول أزوجك على أن تزوجني موليتك، أزوجك موليتي على أن تزوجني موليتك. فإن كان لا مهر بينهما فهذا باطل بالإجماع، وإن كان بينهما مهر يليق بكل واحدة فمن العلماء من يصححه ومنهم من يمنعه لعموم النهي عن الشغار. نعم. أحسن الله إليكم. هل ورد حديث يا شيخ من أراد أن يتكلم مع الله فليقرأ القرآن؟ نعم، يخاطب الله جل وعلا كلامه، فهو في الحقيقة أنه يقرأ كلام الله كأنه يخاطب الله عز وجل. الآيات التي فيها خطاب لله عز وجل، اهدنا الصراط المستقيم، هذا خطاب لله عز وجل، تطلب منه الهداية، وأمثالها من الدعوات في القرآن. نعم. السائل أبو عبد الله يقول ما حكم من نذر أن يعمل عملا ولم يوفي بهذا العمل ولم يوفي بنذره؟ ما العمل وما كثرة وما أيضا حكم كثرة النذور في ذلك؟ إن كان نذر طاعة من صلاة أو صدقة أو حج أو عمرة أو غير ذلك يجب عليه الوفاء، قوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه. وإن كان نذر معصية كقطيعة الرحم أو فعل شيء من المعاصي فإن هذا حرام ولا يجوز الوفاء به. من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هناك أشخاص يتشائمون من بعض الشهور في السنة، مثلا شهر صفر لا يسافر فيه ولا يعزم فيه أحد من أقاربه، يتشائم من هذا الشهر، ما حكم الشرع في نظركم في ذلك؟ التشاؤم لا يجوز، لا بالأوقات ولا بالأشخاص ولا بالأمكنة، لا يجوز التشاؤم لأنه من الطيرة ومن سوء الظن بالله عز وجل. على المسلم أن يتفاءل، عليه أن يتفاءل بالخير ولا يتشاؤم ويعود نفسه على ذلك. التشاؤم بالوقت هذا لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله جل وعلا يقول أذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، فلا يجوز تشاؤم بالوقت أو مسبة الدهر أو ما أشبه ذلك. نعم. يقول ضابط الثلث الأخير من الليل، هل قيام الثلث الأخير أفضل مع توضيح الساعة التي نقوم فيها؟ الثلث الأخير من الليل أن تعرف ما بين مغيب الشمس إلى طلوع الفجر وتقسمه على ثلاثة أقسام، كل قسم يسمى ثلث من الليل، الثلث الأول، الثلث الأوسط، الثلث الأخير. والصلاة النافلة تطوع في الثلث الأخير أفضل، لأنه يصادف وقت النزول الإلهي كل ليلة، حين يبقى ثلث الليل الآخر ينزل إلى سبحانه إلى سماء الدنيا كما صح في الحديث، إلى سماء الدنيا يقول هل من سائل فأعطي، هل من داع فأستجيب له، وهكذا حتى يطلع الفجر، هل من سائل فأعطي، هل من داع فأستجيب
قبله هل من مستغفر فأغفر له، فرصة عظيمة لك مع ربك عز وجل في آخر الليل. نعم. فضيلة الشيخ، هذا يقول بأنني أصوم الأيام البيض والاثنين والخميس، ولكن ما لا أكل سحور. يستحب أن لا تترك السحور، يستحب أن تتسحر لتقوى على الصيام، هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. ونهى عن الوصال في الصيام، يعني يصوم من غير سحور، نهى الرسول عن ذلك. نعم. هذا يقول بأنني شاب عزمت وتوكلت على الله بأن أتزوج من بنات خالتي، ولكن بعض الناس قال بأن الزواج من الأقارب فيه مشاكل كثيرة وفيه أخطاء، فأنصحك ألا تتزوج منهم. هذه شائعة باطلة، ولا يمنع أن تتزوج من قريباتك. الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج من قريباته، من بنات عمه من قريش، وزوج ابنته لابن عمه علي بن أبي طالب، زوج فاطمة من علي بن أبي طالب. الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج من قريش، تزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب، تزوج عائشة بنت أبي بكر الصديق، تزوج قبل ذلك خديجة، كلهن من قريش من قريباته، وهو القدوة عليه الصلاة والسلام. فلا مانع من التزوج من القريبات، هذه شائعة باطلة. نعم. من عمل عملا يا شيخ وهو جاهل بالحكم، عمل شرعي ثم ثبت له الحكم بعد ذلك، ما الحكم في ذلك؟ ما بين ما هو العمل هذا لنعرف حكمه. نعم. قول بعض الناس: أتعبتني نوائب الدهر أو شدائد الدهر، هل في هذه العبارة محظور شرعي؟ نعم، هذا يلقي باللائمة على الدهر، وهذا من سب الدهر والاعتقاد بالدهر أنه يتصرف، والمتصرف هو الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا يسأل عن فقرة أخرى في هذا الموضوع، وهو قول البعض عندما يصف دواء لأخيه أو صديقه بأن هذا الدواء قاهر للمرض. لا يجوز الكلام هذا، هذا كلام نسمعه وهو كلام باطل. نعم، الدواء سبب من الأسباب، قد ينفع وقد لا ينفع، الأمر بيد الله سبحانه، ولكن التداوي إنما هو سبب من الأسباب، مع التوكل على الله سبحانه وتعالى في حصول الشفاء. قال صلى الله عليه وسلم: تداووا ولا تداووا بحرام. قال صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه، جهله من جهل. فالتداوي مشروع، ومن العلماء من يرى وجوبه، ومنهم من يرى استحبابه، ومنهم من يرى أنه مباح، وهو سبب من الأسباب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل يا شيخ هذا: ما العمل الذي يذهب الوسواس؟ فأنا الحقيقة مبتلى مع أنني محافظ على الصلوات، هل أؤجر على صبري واحتسابي، وكيف يذهب عني الوسواس؟ استعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا أحسست بالوسواس استعذ بالله من الشيطان الرجيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وأيضا لا تلتفت إلى الوسواس، ارفض الوسواس، لا يؤثر عليك، اتركه واعتبره كأنه غير موجود، وسيذهب بإذن الله. نعم. أحسن الله إليكم الشيخ. يقول هذا: ما مناسبة قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفي أي عام عندما قال: ألا تحبون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبوا أنتم برسول الله؟ هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار رضي الله عنه، لما وزع مغانم حنين وتألف بها بعض الناس ليقوى إيمانهم أو ليسلموا، وترك الأنصار، لأن الأنصار عندهم الإيمان، ما يخشى عليهم أنهم يكون عندهم شيء من الحرج، لأنهم عندهم الإيمان القوي رضي الله عنهم. الرسول إنما يعطي من يعطي لتأليفه، والمؤلفة قلوبهم، لهم نصيب من الزكاة حتى. فالرسول قال هذا بمناسبة أنه أعطى المؤلفة قلوبهم وترك الأنصار، فقيل في ذلك ما قيل. ثم إنه صلى الله عليه وسلم جمع الأنصار وتكلم معهم وأقنعهم بما قال لهم عليه الصلاة والسلام: الناس يذهبون بالشاة والبعيد، وأنتم تذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. له فقرة ثانية، يقول بأن هذا أشكل علي شيخ عندما قرأت عن قصة العنكبوت وبيض الحمامة في الغار، هل هذه واردة؟ تذكر هذه في كتب التاريخ، والله أعلم بصحتها، لكن الذي في القرآن
أنهم وقفوا على الغار الذي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يروه، حجب الله أبصارهم ولم يروا الرسول صلى الله عليه وسلم هو وصاحبه أبو بكر، إذ يقول لصاحبه إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، هو وأبو بكر، إذ هما في الغار غار ثور، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. لما قال أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لأبصرنا، قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فأنزل الله هذه الآية إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فانصرفوا ولم يروا الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. هذه امرأة تقول زوجي يصلي الجمعة في الجامع القريب من حينا، ولكن بقية الصلوات يصليها في البيت كل فرض بوقته، وعندما ننصحه يقول بأن هذا جائز ولا بأس فيه. هذا ليس بجائز، صلاة الجماعة فرض واجبة ولا تسقط إلا عن المعذور، قال صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر، قيل وما العذر؟ قال خوف أو مرض، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتفقد الصحابة، يصف الذين يتخلفون بالنفاق، الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة بالنفاق، هل يرضى الإنسان أن يكون مع المنافقين ويترك صلاة الجماعة؟ نسأل الله العافية ويفتح لنفسه أبواب الفتاوى الباطلة، لا يجوز هذا، لا يجوز ترك صلاة الجماعة إلا لمن هو معذور لا يستطيع الحضور. نعم. جزاكم الله خير يا شيخ. الفاتحة بالنسبة للإمام والمأموم، إذا لم يستطع المأموم قراءة الفاتحة لأن إمام المسجد لا يعطينا فرصة، أما في الصلاة السرية يقرأها الإمام والمأموم ولا أحد يشوش على الآخر، أما في الجهرية إذا جهر الإمام بالقراءة فإن المأموم ينصت، قال جل وعلا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، هذه في الصلاة إذا قرأ الإمام الفاتحة فإن الإمام ينصت لقراءة، فإن المأموم ينصت لقراءة إمامه، ويقرأ الفاتحة في سكتات الإمام، إما قبل أن يقرأ الإمام أو بعد ما يقرأ الإمام أو في خلال سكتات الإمام يقرأ الفاتحة ولو متفرقة. نعم. يسأل يا شيخ عن الزركشي وعن مؤلفاته. الزركشي الحنبلي من مؤلفات شرح المقنع، الشرح الجيد، شرح المقنع ومطبوع ومفيد جدا، وهناك الزركشي آخر في من علماء التفسير وله مؤلفات في القرآن، جمع القرآن وكتابة القرآن وتاريخ القرآن كيف كتب وكيف، هذا زركشي آخر. نعم. أحسن الله إليكم. من السودان السائلة ميم ميم تقول بالنسبة للباس المرأة في العمرة والحج هل هو لون واحد؟ المرأة في العمرة والحج تلبس لباسها العادي، لا تمنع من لباسها العادي ولا لها لون خاص، ولكن تتجنب الزينة، نهيت عن شيئين، عن البرقع والنقاب وعن القفازين على الكفين، وأما البقية فتلبس ما شاءت ما لم يكن فيه فتنة أو فيه أو يكون غير ساتر أو شفاف أو ضيق فلا يجوز لها أن تلبسه، المحرمة ولا غير المحرمة. نعم. السائل يقول ما معنى المرفوع والموقوف من الأحاديث؟ المرفوع ما كان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف ما كان من كلام الصحابي. نعم. تقول السائلة هل يقع الطلاق إذا كانت المرأة على غير طهارة أي عليها الدورة؟ هذا في خلاف بين العلماء، ومن حصل له شيء من ذلك يراجع المحاكم، محكمة من المحاكم الشرعية ويسأل القاضي. نعم. يقول بالنسبة لاعتكاف المسلم في غير رمضان للتأمل والعبادة والخلوة بربه، لا مانع يعتكف المسلم في رمضان وفي غير رمضان، والاعتكاف هو لزوم مسجد تقام فيه صلاة الجماعة لذكر الله وطاعة الله عز وجل، وهو مشروع، قال جل وعلا ولا تقربوهن وأنتم عاكفون في المساجد وإن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. نعم. المرأة التي مات عنها زوجها هل لها أن تذهب إلى بيت والدها لتقضي العدة؟ لا يجوز لها ذلك إلا إذا كانت لا تقدر على البقاء في بيت الزوجية، إنها
تنتقل إلى بيت تأمن فيه على نفسها. أما إن كانت تقدر على البقاء في بيت الزوجية فهذا يلزمها، هذا يلزمها، وهو من الإحداد على الميت، بقوله صلى الله عليه وسلم: امكثي في البيت حتى يبلغ الكتاب أجله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: يا شيخ، هناك برامج في الجوال يجتمع فيها كثير من الناس من ويدور الحديث حول مثلا الصلاة أو الزكاة أو صلة الأرحام وغيرها من أمور الدين، فهل يعتبر ذلك من المجالس التي تحفهم الملائكة؟ إذا كان الذين يتكلمون في هذه الوسائل من العلماء الذين يفيدون الناس يستفادوا من علمهم فلا بأس بالاطلاع عليها، وهذا من مجالس العلم. أما إذا كانت الذين يتكلمون فيها غير علماء أو علماء ضلال فلا يجوز الاستماع لهم والنظر في هذه الأشياء لأنها ضلال. نعم. أحسن الله إليكم. أبو هشام الشيخ يقول: لدى والدتي ذهب وهو للزينة، وما تلبس منه إلا الشيء القليل في المناسبات، وما تبقى تمر السنوات دون أن تلبسه، هل فيه زكاة؟ تقول: أريد أن أبري ذمتي. العبرة بنية المرأة، إن كانت تنويه للقنية والحاجة ففيه الزكاة، أما إذا كانت تنويه للبس والتزين به للمناسبات فالصحيح أنه ليس فيه زكاة. نعم. أخيرا نختم بسؤال للأخ عبد الله الإبراهيم، يقول: بالنسبة لزكاة راتبي الذي أجمعه في المصرف، كيف أخرجه؟ هل هو شهريا؟ اجعل موعدا من السنة تخرج فيه زكاة ما اجتمع لديك من المدخرات وإلى مثله من السنة القابلة، وهذا يبرئ ذمتك ما تم عليه الحول وما لم يتم في هذا الموعد. ولا يسع الناس والموظفين وأصحاب الدخولات الشهرية إلا هذا العمل، أن يجعل له وقتا من السنة سنة مثل شهر رمضان مثل موعدا لإخراج زكاة ما اجتمع لديه من الأرصدة. نعم. أخيرا الأخت السائلة تقول: المرأة إذا صلت المغرب ثم جاءتها الدورة قبل أذان العشاء، هل تقضي صلاة العشاء والمغرب؟ صلت المغرب كما يقول السائل. نعم. وأما العشاء فلم تدركها، أصابها الحيض قبل أن تدركها، فليس عليها صلاة العشاء. نعم. شكر الله لكم شيخ صالح، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. وقد سجل هذا اللقاء زميلي عبد الله المواش من مكتبة الشيخ، شكر الله لفضيلته، وشكرا لكم أنتم على تواصلكم معنا. نلتقي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.